ما حنروح عند ساشا بس انا قبل انا حنروح عند ساشا كيف ايه مين قال ليش مين كيف عندك؟ مين ليش شو بده تخطيط لروح عندك شو هيك برنامج تلفزيون انه هيك كاميرا ويلا صح يلا وأنا اكشن معك. يلا طب وصلنا لفقره نحن عن جد بنحبها وكان لنا لقاء مع نهى معوض خبيره التجميل وحكينا قبل عن الحواجب وموضه الحواجب العريضه الرفيعه وكيف فينا كمان نعتمد تقنيه جديده هلا للصبايا او السيدات الحواجبهم خفاف وحابين يعرضوه حابين يعرضوهم كمان نهى عندها هالتقنيه بس ما اعطيناها حقها الوقت الكافي اذا بدكم اليوم بطلب من المشاهدين اللي تواصلوا مع نهى حبينا نرجع نحكي عن هالموضوع نشوف بعض الصور بيفور اند افتر قبل وبعد ما هالصبايا جملوا حالهم من ناحيه الحواجب وقد ايه بيغيروا بمنطقه الوجه. يسعد لي مساك نهى. ميرسي. كيفك؟ كيفك انت؟ ماشي الحال كثر خير الله. شو هالكومنتس كلهم على الفقر عن نيو تكنيك عن تقنيه جديده؟ مزبوط هن كثير حبوها لانه بتعطيهم ناتشرال لوك يعني بلا ما يضطروا يعملوا تاتواج للي بيضل فور ايفر. اوكي. هيدي مثل المكياج الدايم اذا بدك بنقدر نحن نحدد ممكن على سنه ممكن على سنتين يعني حسب كمان السكن شو بتساعد مش انه بتتقيد فيها كل عمرها بموديل واحد. أوكي. يعني كل فترة ممكن نغير لها ستيل او تتعطل. اذا هي عاملة ستيل معين نقدر نغير لها اياه لنعطيها الفورم الاجمل. أوكي. وهيدي التقنية الجديدة للي هي شعرة 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 مع خيالة للشقرة وللشعرة اسود كثير عم بتساعدهم حتى تعطيهم اللي بدهم اياه. اوكي وهالقد ببين كمان اللوك طبيعي، يعني ما ببين هالست او هالصبيه انه هالقد حادين حواجبها واللون غامق بيكون بشكل كثير طبيعي. مزبوط ما انا مضطره تحط ميك اب ليعطيها الناتشرال لوك، حتى بلا ميك اب بيعطيها الرونق والجمال لعينها، لان اليوم اللي حواجبها خفاف ما بيعطوها رونق او قشطين بتحس لازم تحط ميك اب او رموش او ماسكارا تتعطي رونق لوجهها، فاليوم بهيدي الطريقه قادره تشقل عينها بلا ما تضطر حتى تحط ميك اب. اكزاكتلي. طب نهى هل في شروط معينه لنتبع هيدي التقنيه بتاخذوا بعين الاعتبار وكمان انت حضرتك يعني كخبيره تجميل بتاخذي بعين الاعتبار نوعيه البشره لانه بنسمع كثير انه حسب نوعيه البشره امرار كثير سيدات خضعوا يمكن لتقنيات سابقه ومضايا. مزبوط. هلا نوع الجلد كثير بيلعب دوره ما فينا نبعد عنا هيدي الشغله، فلما الجلد بتعذب وما بتلقط الها تقنيه خاصه لانه نقدر نعطيها هيدا التاتو. هو مثل التاتو منه التاتو اللي بينزل دم، هيدا مكياج بيرمانون كرمال هيك لانه بنشتغله بلا دم بلا وجع على الطبقه السطحيه من الجلد وهو بيروح حتى بدون بنج؟ حتى بدون بنج الا في حالات كثير نادره بتكون سنسيتيف او عامله تريتمنت هي السكن. اوكي. ساعتها بنحط بنج ما بتعود تحس ابدا. نهى نحن رح نتابع لقائنا بس متوقف مع استراحه قصيره مع الاعلان وبنرجع بنحكي عن موضوع كثير مهم وفي حكي كثير. ايه طيب يلا فاصل ومنتابع.